السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. خلصنا خلاص شرح الفصل الدراسي الأول من مقرر جغرافية التنمية، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض المراجعة النهائية أو مراجعة ليلة الامتحان زي ما أنتم عايزين تسموها. المراجعة دي هنقسمها على 3 أجزاء. الجزء الأول وده هنتكلم فيه عن طريقة وضع الأسئلة في النظام الجديد، بتتحط إزاي وإزاي نفكر فيها. والجزء الثاني هنتكلم فيه عن إجابة النموذج اللي حطيته الوزارة على الموقع بتاعها، وإجابة النماذج اللي أنا كنت عاملها على الوحدة الأولى في جوجل فورمز كاختبارات ليكم. الجزء الثالث إن شاء الله ده هيشمل أسئلة عامة على المنهج كله، هنجيبها بقى من زملاء، من على النت، من كتب خارجية، وهنتناقش فيها. وأحب أنوه إن إحنا كنا عاملين مراجعة على كل درس. المراجعات دي برضو ياريت تطلعوا عليها، في فيديو منفصل مراجعة على كل درس من الدروس الخمسة. وفي نهاية الفيديو دوت وفي صندوق الوصف تحت منه هيبقى في إشارة للفيديوهات ديت. نبدأ على بركة الله الجزء الأول، وكيف توضع الأسئلة في النظام الجديد. احنا دلوقتي في نظام جديد معتمد على اكتساب المهارة والمعلومة وليس تلقينها او حفظها. هدف النظام دوت ان الطالب يفكر، يفهم، يحلل، يطبق، يقوم، يبدع. علشان كده بتيجي الاسئلة محتاجة مهارات تفكير عليا، ما بتجيش بسهولة، عايزة تفكير. ايه هي مهارات التفكير العليا اللي بتتحط بناء عليها الاسئلة؟ عندي مثلا مهارة الاستنباط. يعني ايه استنباط؟ يعني ازاي اوصل من الكل للجزء او من العام الى الخاص. بكل بساطة يعني انا ادرس في المنهج معلومة عامة، وبعد كده يجي لي السؤال على معلومة خاصة في الجزئية ديت، فطبق اللي درسته في المعلومة العامة على المعلومة الخاصة. ازاي برضو؟ عايزين نشوفها بسؤال. مثال لدوت سؤال بيقول: تصنف الأنهار وفقا لمدى الانتشار على أنها من الموارد. ويجيب الاختيار الأول: واسعة الانتشار، متوسطة الانتشار، محدودة الانتشار، محدودة الانتشار جدا. بكل بساطة كده السؤال ده بيتكلم عن الموارد، يبقى في درس البيئة في الجزئية الخاصة بالموارد. لو فتحنا الكتاب على الجزئية الخاصة بالموارد، هلاقيه بيقول لي الموارد ممكن تصنف حسب الانتشار او مدى الانتشار الى موارد وسعة انتشار جدا زي الهواء واشعة الشمس، وموارد متوسطة الانتشار والامثلة بتاعتها التربة والغابات والمراعي والثروة السمكية، ومحدودة الانتشار زي موارد المياه العذبة ومعظم المعادن ومصادر الطاقة، وموارد محدودة الانتشار جدا زي النيكل والزئبق والنترات والالماس. طب انا هنا الانهار مش موجودة في اللي احنا قلناه. لان هو هنا جايب المعلومة بصفة عامة اللي هي موارد المياه العذبة. يبقى المعلومة في الكتاب عامة، بيقول لي موارد محدودة الانتشار تتمثل في موارد المياه العذبة. هنا في سؤال جاب لي الجزئية الخاصة بتاعتها، الجزء، فحدد لي وقال لي الانهار. طب ما هي الانهار جزء من موارد المياه العذبة، هتبقى محدودة الانتشار. قيس على ذلك كل المعلومات العامة اللي تحت منها معلومات خاصة، يعني حتى في نفس الجزئية ديت. قال لي المراعي متوسطة الانتشار، يجي لي سؤال على حشائش السفن، ما حشائش السفن من المراعي أو حشائش الاستيبس. قال لي معظم المعادن محدودة الانتشار، يجيب لي سؤال على النحاس، يجيب لي سؤال على الألمونيوم، على الحديد. وضحت؟ يبقى دي جزئية بنقول عليها استنباط، اللي أنت بتوصل للجزء من الكل أو توصل للمعلومة الخاصة من المعلومة العامة. فناخد بالنا من الجزئية دي. الطريقة الثانية في وضع الأسئلة اللي عايزة مهارات تفكير عليا هي عكس الاستنباط، الاستقراء، اللي أنا أوصل من الخاص للعام أو من الجزء إلى الكل. يعني السؤال هيجي على حاجة
عامة حاجة كبيرة، واحنا واخدين حاجة خاصة او حاجة صغيرة. طب ازاي دوت تيجي الاسئلة بالشكل ده؟ تيجي ازاي؟ الامثلة كتير، خد عندكم. لما يجي سؤال زي كده يقول لي يكاد يقتصر انتاج النظارات في العالم على قارة. لو انا خدت الجزئية دي في الكتاب وشفت النظارات مذكورة فين، هلاقيها برضه في درس البيئة في جزئية الموارد. هلاقي بيقول لي النظارات في شيلي. بس هنا السؤال مش عايز دولة، ده عايز قارة، يعني حاجة أكبر. يبقى أنا مطلوب مني أعرف هي شيلي في أنهي قارة؟ وتبقى ديت الإيه؟ الإجابة. يبقى الإجابة هنا هتكون أمريكا الجنوبية. بنطلق من الخاص للعام. النتيجة أكبر من الشرط أو المعلومة اللي إحنا خدناها. وبرضو ديت يجي عليها أسئلة كتير بالشكل دوت. يجيب لي معلومات عن نهر النيل، ويجيب لي سؤال على أي نهر تاني. ما بطبق المعلومات دي على ده. يجيب لي معلومات على إدارة موارد المياه العذبة، تمام، بصفة خاصة، وبعد كده يجيب لي سؤال بصفة إيه؟ عامة. هنشوف ده إن شاء الله في أسئلة كتير، وده أكبر مثال ليها، ده اسمه استقراء. الطريقة الثالثة اللي يحط لي بيها أسئلة هي حاجة محتاجة تحليل، فهم، دراسة، ودي في الغالب بتجيلي على صورة خرائط، أطلع منها معلومات، أستنتج منها معلومات، أو صور أو رسومات وجداول بيانية. بكل بساطة مثال ليها، سؤال بيقول لي يكاد يفقد كل مائيته، أو يجي صورة ثانية، الرافد الذي لا يسهم في مائية النيل هو، ويجيب لي بحر الجبل وبحر الغزال والسباط ونيل فيكتوريا. لو أنا هطلع الجزئية دي في الكتاب في نهر النيل، هلاقي المصدر الدائم والمنابع الدائمة والموسمية، مش هعرف، مفيش في الكتاب أقل واحد أو أكتر واحد بيديها المية بتاعته فين. لكن لو احنا بصينا على الخريطة، هلاقي الخريطة اللي حاططها لي ومكتوب عليها شكل 8 مائية نهر النيل، فيها دوائر بيانية، فيها لون وردي كده كده، أو مو فاتح، بنفسجي فاتح، معلش أنا ماليش في الألوان وكده. اللون ده بيدل على نسبة الفاقد، فانا هدور على النهر اللي فيه دايره اللون ده يكاد يشملها، تبقى الدايره كلها اللون دوت. واللون اللي بيمثل الاسهام في المائيه اللي هو مش فاقد مدولي بلون كحلي. فلو هبص كده على الخريطه هلاقي الدايره اللي كانت كلها تكاد كلها تكون اللون الخاص بالفاقد، هلاقيها محطوطه عند بحر الغزال، وتبقى ديت الاجابه. محتاجه دقه في النظر وفهم وتحليل للاشكال والرسوم والصور والخرائط. دي برضو مهارة بإسهال النظام الجديد، ويجي فيها سؤال بالشكل دوت تقول احنا ما خدناهوش، لا موجود على الخريطة. الحاجة اللي بعد كده يجي له سؤال محتاج تطبيق، وفي نفس الوقت فيه تلاعب بالألفاظ، بيستخدموا اللغة، شغل اللغة. وأفضل مثال ليها هو السؤال اللي ورد في نموذج الوزارة. السؤال جايب لي صورتين مرئيتين فضائيتين لمنطقة سمنود في المحلة الكبرى سنة 84، ونفس المرئية أو المنطقة في سنة 2019، وبيقول لي تشير الصورتان اللتان أمامك إلى وجود حالة، وكاتب لي إجابات اختيارات: تصحر لأراضي زراعية، اعتداء على نهر النيل، التحام عمراني قادم، نهضة عمرانية كبيرة. السؤال تطبيق على استخدام التقنيات الحديثة. طيب يا ترى في انهي جزئيه؟ لو انا هبص على نفس الصورتين دول في الكتاب، هلاقي جايب لي صورتين زيهم بالظبط في الجزئيه الخاصه بالتنميه البشريه، وبالتحديد في مجال النمو العمراني. جايب لي صورتين اهم في صفحه 13 لمدينه شبين الكوم، وبيقول لي ان انا منها بعرف تطور النمو العمراني لمدينه شبين الكوم في فترات زمنيه مختلفه. تمام. طيب الصورتين دول بيتكلموا على النمو العمراني، يبقى اولا ده مش تصحر للاراضي الزراعيه. واحد يقول لي بس الصورتين دول فيهم كان منطقه فيها اراضي زراعيه وبقت اراضي مباني، هقول ده تجريف مش تصحر. واضح؟ ده تجريف مش تصحر. طب هل ده اعتداء على نهر النيل؟ مفيش اي حاجه تدل على اعتداء على نهر النيل. طب هل دي نهضه عمرانيه كبيره؟ انا ما اعرفش المباني دي شكلها ايه، وهل مدن متكامله وفيها المرافق ولا لا. طب امال ايه التحام عمراني قادم؟ بص كده للجمله دي وشوف معناها، وبص للجمله اللي هقراها لك هنا، هتعرف ان هي مجرد بس فهم زائد تلاعب بالالفاظ.
في مجال النمو العمراني بيستفاد من التقنيات الحديثة في تحديد اتجاهات النمو العمراني لأي مدينة أو قرية من خلال مقارنة المرئيات الفضائية لسنوات مختلفة، ويمكن من خلال ذلك التنبؤ باتجاهات النمو العمراني المستقبلي. تنبؤ باتجاهات النمو العمراني المستقبلي، يعني انا هتنبأ ان هينمو المدينه او القرى في الاتجاه ده. مش هي نفس الكلمات بتاعت التحام عمراني قادم؟ بتنبأ ان المدن او المباني هتلتحم على المباني اللي في السكه دي او في الناحيه ديت. ده مجرد تطبيق مع تلاعب بالالفاظ. الطريقه اللي بعد كده اللي بيتحط بيها الاسئله طريقه بتحتاج تحليل وفهم وتطبيق مع تطبيق كامل وتحقق كامل للشروط، ودي موجود عندنا في الفقه اسمها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ايه كلام المجاعه على الزغوط؟ نشوف مثال. يجي سؤال بالشكل دوت زي ما هو قدامكم: الزياده في عدد السكان في الوطن العربي مع ثبات كميه المياه ادى الى قلة المياه وندرتها، تلوث المياه، زيادة الطلب على المياه، كل ما سبق. للوهلة الأولى كلنا هيختار كل ما سبق، لكن لو احنا فكرنا هل كل ما سبق بيتنطبق عليها الشروط ديت؟ يعني ايه؟ يعني هل لما السكان تزيد والمياه ثابتة لازم تتلوث المياه؟ ولا ممكن السكان يزيدوا والمياه تبقى ثابتة وما يحصلش تلوث؟ ناس عندهم وعي بيحافظوا على المياه. نفس الكلام على زيادة الطلب، ممكن الناس تزيد والمياه ثابتة وما يحصلش زيادة في الطلب على المياه بسبب الوعي ترشيد الاستهلاك. يبقى إذا كل ما سبق لا تنطبق عليها كل الشروط، ليس شرطا زيادة السكان مع ثبات المياه إن يحصل تلوث ولا يحصل زيادة على في الطلب على المياه. أمال إيه اللي بيتحقق فيها الشرطين دول؟ هي قلة المياه وندرتها. اي زياده عدد السكان مع الثبات في كميه المياه اكيد كان الميه بتتناقص بتقل بتندر اكيد، لكن مش شرط تتلوث. يبقى هنا بنختار الاجابه اللي تحقق فيها كل الشروط، ما فيهاش احتماليه. طب دي نفهمها ازاي؟ مثال صغير: واحد معاه رغيف عيش هياكله، ده غذائه. طب جه واحد صاحبه وهو لسه ما اكلش، هيقسم الرغيف ما بينهم، هم كده زادوا والرغيف هو هو فغذاء قل. طب جم اتنين كمان كل واحد ياخد ربع، ما هو نفس الرغيف، الرغيف هيبقى الغذاء قل. الله الله، ده لو زادوا اكتر كل واحد ياخد لقمه، ده كده بقى في ندره في الغذاء. يبقى الحاجه اكيد هتتحقق هي قله المياه وندرتها. لما يبقى في اختيارات بالشكل ديت بالشكل دوت اختار الاختيار اللي بيحقق الشروط كامله، ما يكونش فيه احتمال او لا. تمام، نشوف السؤال اللي بعده او الفكره بعدها ممكن يجي سؤال فيها ازاي. الطريقة التانية اللي بيجي فيها السؤال وعايز فهم وتفكير هو أنا بسميه ما وراء المعلومة، بقية المعلومة، أو يوجد منه في الشرع في الفقه عندنا اسمه مفهوم المخالفة. إيه هو مفهوم المخالفة ده؟ يعني مثلا لما نسمع آية في القرآن بتقول والله لا يحب الفساد، الآية أو جزء من الآية بيقول كده، معناها إيه بقى مفهوم المخالفة؟ الله لا يحب الفساد، يعني لا يحب ولا يرضى عن الفساد. ها مفهوم المخالفة معناه ايه؟ إن الله يحب الصلاح والصالحين، ده كده اسمه مفهوم المخالفة. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الكلام واضح. مفهوم المخالفة إن اللي ما بيحبش لأخيه ما يحب لنفسه ليس مؤمنا كامل الإيمان، مش لازم مؤمنا بالكليه، ايمانه مش كامل. ده بنقول عليه مفهوم المخالفه. طب ده في منه في المقررات والمناهج بتاعتنا؟ اه. خد عندك مثال: لما يجي يقول لي لما يجي سؤال يقول لي اكبر بحيره للمياه العذبه في العالم توجد في قاره، طب احنا ما خدناش المعلومه دي، بس المعلومه اللي هي مفهوم المخالف ليها احنا خدناها بتقول ايه؟ ان بحيره فيكتوريا هي اكبر بحيره للمياه العذبه في نصف الكره الشرقي. ها مفهوم المخالفه بقى اللي هو انا معلومه دي ايه؟ ان اكبر بحيره للمياه العذبه في العالم
مش في نص الكرة الشرقي، اكيد هتبقى في نص الكرة الغربي. هشوف انا هنا قارات، هيقول لي اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشماليه. امريكا الشماليه القاره الوحيده فيهم اللي في نصف الكره الغربي. طبعا في اجزاء من اسيا وافريقيا واوروبا في نصف الكره الغربي، لكنها اجزاء محدوده جدا، مساحه قليله بالنسبه لبقيه مساحه القارات. يبقى الاجابه هنا تبقى امريكا الشماليه، بقيه المعلومه. لما يقول لي ان نسبه المياه على سطح الارض 71% ويسكت، معناها ان النسبه الباقيه مش نسبه مياه، تبقى نسبه اليابس، وهكذا. الفكره دي نفسها في منها كتير في المنهج، عشان كده احنا لازم نفكر بالشكل ده. نسمع معلومه يا ريت نكملها، نستنتج اللي ورا منها، المفهوم المخالف ليها. وده موجود كتير في المنهج، دي برضو طريقه بيجي بيها اسئله. الطريقه اللي بعد كده اللي يجي بيها الاسئله هي انه يجيب لي السؤال في تطبيق عملي، سواء على مكان معين او حاجه معينه او على حياتي الشخصيه، وبيستخدم في دوت الربط ما بين الدروس او استخدام الصور اللي بتعبر عن الافكار والموضوعات الموجوده في الكتاب، ويقول لك طبق. مثال: لما يقول الحملات الاعلاميه لتوعيه المزارعين باهميه استخدام اساليب الري الحديثه. الحملات الاعلاميه لتوعيه المزارعين باهميه استخدام اساليب الري الحديثه. من المتطلبات التنمويه توعيه المزارعين، الجزء ده الخاص بنشر الوعي المائي في درس الموارد المائيه. بس السؤال هنا عن المتطلبات التنمويه، ده في اول درس اللي هي متطلبات التنميه. بيربط ما بين الدروس، بيطبق بالربط ما بين الدروس. طبعا الاجابه هنا ترشيد استهلاك او استخدام اساليب ري حديثه، ده من المتطلبات البيئيه. دي كده الطريقه اللي بيحط بيها اسئله، يا اما بتحتاج استنباط من الكل للجزء، او استقراء من الجزء للكل، يا اما تحليل وفهم وتفسير واستنتاج، يا اما تطبيق وربط بين الدروس، يا اما في تلاعب بالالفاظ، يا اما بيحتاج بقيه المعلومه. دي سؤال على المعلومه الغايبه، بقيه المعلومه. الدنيا بخير كده؟ كده خلصنا الجزء الاول، فاضل فيه بس ان احنا نقول وانتوا بتقروا الاسئله، يا ريت اول حاجه بنعملها ان احنا بيكون معانا حاجه معتمه، بطاقه ورقه، واول ما يجي قدامنا سؤال ندار الاجابه، ما نبصش في الاجابات، ونقرا السؤال الاول ونفهم السؤال ونشوف يا ترى نتوقع احنا هو عايز ايه، نتوقع اجابته، بعد كده نبص في الاجابات. لقينا الاجابه اللي احنا توقعناها، خير وبركه. ما لقيناهاش، هنبدا بقى نفكر في كل اجابه واحده واحده، ونفهم يا ترى السؤال دوت هو عايز اجابه في درس معين، ولا بيربط بين اكتر من درس، ولا عايز فهم، ولا استنباط، ولا استقراء، وهكذا. وهنبدا نجاوب، وعندنا طبعا طريقه استبعاد الخطا، ان نشوف الاجابه دي تمشي، لا دي ما تمشيش، وهكذا. وفي نفس الوقت انا بداري الاجابات وابص على السؤال، برضو لما اجي ابص على الاجابات ممكن ابص على الاجابات من غير ما افكر في السؤال. يعني خلينا في السؤال الاخير، بيقول الحملات الاعلاميه لتوعيه المزارعين، ادار الاجابات الحملات الاعلاميه لتوعيه المزارعين، دي في درس الموارد المائيه، باستخدام اساليب الري الحديثه، من المتطلبات التنمويه، دي المتطلبات التنمويه في الدرس الاول. خلاص فهمت، هو عايز كده حاجه في الدرس الاول ليها علاقه بالوعي والمزارعين والاساليب الحديثه. حاجه بعد كده ابص على الاختيارات، المتطلبات السياسيه، اقوم افكر فيها واشوف كده المتطلبات السياسيه هي ايه، امن واستقرار، اكيد مش دي. الاقتصاديه هي ايه، راس مال وخبره، اكيد مش دي. الاجتماعيه هي ايه، الامن والعداله والتعليم والصحه، يوم شيء. طب البيئيه، دي فيها ترشيد استهلاك وحفاظ على الموارد واساليب الري الحديثه من ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد، يبقى ديت من البيئيه. بكده ان شاء الله فاضل لنا الجزء الثاني اللي هنحل فيه النموذج اللي نزل على موقع الوزاره، والنماذج اللي احنا كنا عاملينها في القناه بتاعتنا، ثم بعد ذلك الجزء الاخير اللي هو فيه اسئله عامه على المنهج، هنجيبها من اي حد، واي حد عنده سؤال يا ريت تكتبه لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.